الأمير لا يعتذر ولكنه يقبل التحدي. أي تحدي؟ أن تكتب ما لا تستطيع حفظه. وأنا قبلت وكتبت. أرني. لا، ستسمعها في المساء عند الأمير. أبلغه أنني قادم إليه في المساء، وأضيف إلى الرهان أن يخرج أحدنا من مجلسه عاريا إن خسر. لا أظن أن منظرك وأنت عار يسر الفؤاد. سنرى يا كشاجر، سنرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبي الطيب، تفضل إلى جانبي، مكانك محفوظ. لا لا يا سيدي، سأقرأ شعري هنا مخافة أن أنساه. أأنت عند رهانك يا أمير؟ هل يتراجع الأمير عن كلمة قالها؟ كنت أريد أن أضيف رهانا آخر مع أبي الفتح. وعلى ماذا رهنت؟ على أن يخرج أحدنا من مجلسك عاريا كما ولدته أمه إن خسر الرهان. سنتجاوز هذا الرهان إلى مجلس آخر. هاتي أسمعنا. هي 5 أبيات يا أمير، وسأقرأها على مرحلتين لتسهيل الأمر على زبانيتك. مقبولة منك يا أبا الطيب، لا بأس، زبانيتي أكمل. والبيت الذي يعجزون عنه هو ما أنال رهاني عليه. قبلنا. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلد. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. انتهينا من القسم الأول، ليتك أبقيت على الرهان الثاني يا سيدي. لا لا، انتهينا من هذا. تفضل يا أبا الطيب، تفضل إلى جانب. ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن الأقطع أحمل علي سل عد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي. ما هذا يا أبا الطيب؟ شعر. لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. البيت الثاني بالفارسية، وأنا لا أعرف الفارسية. كان الرهان على شعر عربي يا أبا الطيب. وهو عربي يا أمير، وأنا لم أفهم منه شيئا، فسره لنا. أعد قراءته بالعربية على الأقل. الأمر بسيط. أقل أن الأقطع أحمل علي سلي أعد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي. مستحيل، هذا ليس بعربي. ماذا تقول يا أبا الطيب؟ إذا كان شعرا عربيا، هل يدفع الأمير الرهان؟ طبعا. وكشاجم، هل ملابسه التي عليه كثيرة؟ يا سيدي، هي مجموعة من أفعال الأمر. اسمع: أقل، أنل، أقطع، احمل، علي، سلي، أعد، زد، هش، بش، تفضل، أدني، سر، صلي. وبعد قراءته بهذه الطريقة، هل ما يزال التحدي مستمرا؟ علما أنني قرأته حتى الآن 3 مرات، ولكن قولوا لي، هل بينكم من حفظه؟ والله لقد فاز أبو الطيب. وأنا عند وعدي. لا يا سيدي،
كان الرهان على بيت واحد ولا أريد إلا وزنه ذهبا. وهو لك هاته. هو هنا يا سيدي، ولك أن تعطيني وزني أو وزن رأسي ذهبا. كان الرهان على أن يكون شيئا مكتوبا. مولاي لم يكن عندي قرطاس. تخسر رهانك إذن. نحن قلنا مكتوب ونعطيك وزن ما كتب عليه. أمري إلى الله. وادخل يا غلام. كما قلت لك يا أمير، لم يكن عندي قرطاس فكتبته على هذا الحجر. من سيزنه؟ أحرجك يا أمير، لقد وعدته أمامنا كلنا. يجب أن يفي الأمير بوعده. طبعا سيفي بوعده. هل جننتم؟ ذهب الإمارة كلها لا يكفي. ولكنك وعدته. ما دامت السيدات في صف أبي الطيب فله أن نلبي له أفعال الأمر التي في البيت. أقل قد أقلناك، أنل تحمل إليه الدراهم غدا حين يأتي الخازن، أقطع قد أقطعناك ضيعة في ضواحي حلب، احمل يقاد إليه الفرس الأسود غدا، علي قد فعلنا وعلينا مقامك، سلي قد فعلنا ولك سهرة تتسلى فيها، أعد أعدناك إلى حالك من حسن رأينا، زد يزاد ضعف المبلغ، تفضل قد فعلنا، أدني قد أدنيناك منا ومن بيتنا، سري قد سررناك، وتحت صلي قد فعلنا. يا مولاي قد فعلت له كل شيء سألك إياه، ولكنه قال هش بش، فهل